مباراة قوية، فريق دجلة أدى بكفاح قدامنا والحمد لله. الشوط الأول كان فيه بعض الأخطاء، رجعنا بعد كده بثلاث أشواط اللي بعد كده ركزوا اللعيبة في الأخطاء بتاعتهم، زودوا السيرف بتاعهم، زودوا الكونتر أتاك، والحمد لله يعني رجعنا. البلوك برضو كان متحسن جدا في الشوطين التاني والتالت، قدرنا ان احنا نركب الاشواط دي بفرق كبير. يعني احنا البدايه ما كانتش حلوه قوي، عملنا حوالي 4 أو 5 تغييرات في التشكيل بسرعه عشان نلحق نلم الجيم، والحمد لله اللعيبه اللي نزلت كانت بتادي كويس وابتدوا يركزوا في الضغط على بالارسال على لعيبه دجله، وحائط الصد الحقيقه كان مميز في الشوط الثاني والثالث، برضه قفل زوايا الضرب، فعملنا الشوط الثاني والثالث يعني بصوره كويسه جدا، تقريبا طلع 25-9 25-7 يعني، فكانت اشواط مميزه. طبعا فريق وادي دجله فريق محترم، معظمه عناصر صغيرين ومن عناصر المنتخب الناشئات وشابات، فريق طبعا محترم. يمكن احنا ما اديناش بشكل كويس في ماتش النهارده، لكن طبعا الحاجات دي يعني حتى كابتن حمدي اتكلم معانا ان احنا في الماتشات الجايه هنحاول ان شاء الله نصلح الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها النهارده. يمكن بدايه الماتش ما كانتش كويسه، لكن بعد كده اعتقد سكور الماتشات 9 و7 اعتقد الفرقه رجعت تاني للماتش، وقدرنا الحمد لله نحسمه 3 أشواط ورا بعض 3-1. اكيد طبعا بما ان طبعا في فرق كتير جدا معاهم محترفين، منهم فريق سبورتنج، منهم فريق الزمالك، كل الفرق دلوقتي بتدعم بمحترفين، فطبعا السنه دي الماتشات كلها صعبه وده في مصلحه الكره الطايره المصريه عامه. هي مباراه صعبه فعلا، هم لعيبه صغيرين وكلهم فريق منتخب شابات، فبصراحه كان ماتش قوي، بس احنا عرفنا نعمل كومباك حلوه قوي وعرفنا نتحكم في الماتش كويس وكسبناه الحمد لله. دلوقتي فرق كثيره قوي بقت مدعمه، وغير السنه اللي فاتت كان معظم الانديه مستسلمه ان كده كده الدوري هيخسروه، بس دلوقتي زي الزمالك عملوا تدعيمات كويسه قوي، وسبورتنج جابوا محترفه، وسموحه لموا كل اللعيبه وعملوا فرقه قويه قوي، فالدوري ده هيبقى حلو قوي ويعني تشالنجينج اكتر بكثير من السنين اللي فاتت.